قالت لها اخوي في عنا الصندوق، هذا الصندوق خالتي عطتني اياه، بس انا شحطت فيه، حطيت فيه ساعة من خال وخالتي، في عندي جوز حلا شايفينه، هاي دي جبناها على ايد انا وقتها كنت مش متحجبة، عندي الخاتم كمان مع الساعة من خالتي. هذا فرجيكو دفتر المذكرات، هذا الدفتر اشتريته وحطيت كل مذكراتي فيه، بكون فرجيكية بس هذا بيبقى سر بيني وبينكم. اوكي، فيها كمان من عيد ميلادي جابت لي اياه خالتي، هذا الجزدان. هسه بنفتح دفتري او مذكر، طيب هنشوف شو بقلب هيدا الجوارير. كمان من مع خالتي جبنا. اسا افتح اول جارور، معي هون علبة حلا بكل الالوان والاشكال، وعندي كمان هيدي مقص الاظافر، علبة المقص جبناها انا واختي، في وحدة لها جبناها منقص اظافيرنا فيها، نبرد اظافيرنا، مننظف اظافيرنا، وعندي انا لالي بس طول نشوف. في عندي انا هوني مناجير، هذا البراق، عندي الاحمر البردو، عندي الزهر، عندي انا هي عملته وزعت لاخواتي، من انت في من كثير يا ما. اوكي هسه ننتقل للجارور، هذا الجارور لخيي، شوفوا بتهبل فيها، حاطط الله اعلم شو حاطط فيها. في عنا هذا الجارور، هذا لكم ما يحب حاطه لالي، وجايبه خالتي كمان، هي من خالتي. وهاي هيدي عندي ظبطة الكتب، الدفاتر والكتب اللي انا تبعون المدرسة. في عندي انا هون كل الجزارين، هلا العيد هلا العيد هلا العيد هلا العيد هلا العيد، وجدان اخو شو جابوا لهوني، وهيدي الشنطة، وعندي الشنات اللي من ورا شفتوهن. هلا مني جاي غرفه اختي، اختي عندها اجي كمان نفس الشي الدفاتر، ولها نفس الشي هوني، شوفوا شو شاري مخزني، عندها ذبذوب، وعندك كمان جزادين للعيد. اما اختي الصغيرة، اختي هون شو حطي هون، عندها اختي هدولي، وعندها للمدرسة هولي، في عندها للهبل والمبل هولي، عندها للتجهيلات الاولى هولي، وعندها زي العلبة اللي قلت لكم عنها، النهاية هي زهر. نيجي عن تخت اختي الصغيرة، هذا من بتخت انه هذا لعبي، هاي عندها اللعبات بيجوا لاختي، وهيدي اللعبة اجت مع التخت من خالي اللي بحبه انا كتير. اسا بنيجي عند اللي هوني، هوني حاطين لخريحة لخي وهاد الشغلات، زي ما قلت لكم نيجي لورا الباب، ورا الباب شوفي عنا، عنا اواعي، هاي اواعي المدرسة، هاي بجامتي، عندي بجامة كمان المدهي، وعندي شغلات والوان، وهيديك لاختي. هوني عندي حصان من خالتي، من عمتي جابت لي اياه لاختي الصغيره، وعندي فوق اللعب هاي اللعبه من خالي، وهذا الدبدوب من عمتي، وهيديك لخالتي. اوكي هسه بنكون انتهينا حلقتنا لليوم بالجوله الاهميه والرئيسيه، ان شاء الله بتكون عجبتكم الحلقه بنهايه كروبيو بالحلقه الفريند، بنشوفكم ان شاء الله على